اهلا بكم في موجز جديد للانباء ياتيكم من موقع صدى البلد. يلتقي سامح شكري وزير الخارجيه المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الامن على هامش لقاءاته التي يعقدها في نيويورك من اجل دعم موقف مصر في قضيه سد النهضه. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه السفير احمد حافظ اليوم الثلاثاء بأن الوزير شكري يؤكد موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة وعلى ضرورة اطلاع المجلس بمسؤولياته تجاه هذه القضية. جددت وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء رفض السودان للملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وقالت الخارجية السودانية في بيان أن الملء الثاني لسد النهضة يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقات والممارسة المستقرة المنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا. وأضافت الخارجية السودانية أن وزارة الري والموارد المائية تسلمت خطابا من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيها ببدئها للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الحالي. قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر وكذا الأعمال الجارية بمعبدي كرنك والأقصر استعدادا لاحتفالية الافتتاح. واستهل رئيس الوزراء جولته في طريق الكباش ومعبد الكرنك بتجديد التأكيد على استمرار جهود كافة الأجهزة المعنية في إعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية حفاظاً على ما تمتلكه مصر من كنوز وأثار تحكي تاريخها العريق عبر مختلف العصور والحضارات، مشيراً إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً. قال النائب عامر الشربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إن الهباب الأسود الذي أصاب محصول المانجو يطلق عليه في المسمى العلمي بالبياض الدقيقي والذي يعد واحداً من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب المحصول الزراعي، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في وجوده يرجع إلى التغير في درجات الحرارة والرطوبة بنسبها المتفاوتة. وشدد الشربجي على ضرورة مواجهة هذا الفطر بعلاج مكثف وعلى درجة عالية من الكفاءة، لافتاً إلى أن المعضلة الأساسية التي تواجه أغلب المزارعين في الأسواق تتمثل في صناعة الأدوية المغشوشة، معقباً لا يوجد رقابة على الأدوية بشكل كاف، وهذا سبب في خسارة جزء كبير من محاصيل المزارعين، ويتضح للمزارع فيما بعد أن نسبة المادة الفعالة غير كافية للقضاء على مرض ما سواء أكان مرضا فطريا أو مرضا يحتاج علاجا لمادة سامة. وإلى أخبار الرياضة، حيث أكد تقرير صحفي أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه لإنهاء ملف تجديد عقده في أقرب وقت. وذكرت صحيفة ساندي وورد الإنجليزية أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه لتجديد عقده، حيث تحرص إدارة الفريق على إنهاء التكهنات بشأن مستقبل النجم المصري في أقرب وقت ممكن. كان هذا موجزاً لأمي وآخر الأنباء حتى الساعة، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد الإخباري. شكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.